لا تفوز ماشي هو يعني انتصار بالنسبة لفريق الوداد، خصها انتباهات كبيرة بزاف. يلاه اكتشفنا واحد سونطا اللي كان غاب واحد الشهور، المهم شغلهم هذاك. المهم خصنا شي حاجة تكون أحسن من هادشي بزاف، لأن الوداد كيلعبوا على جوج ديال الواجهات، الشامبيونة وكأس إفريقيا، فهمتي؟ ونطلب الله تيسير، والله يخليك السي ناصر ما تحرك مع الوداد شويه، راه الوداد كبيره بزاف وخصها تكون كبير معاه بزاف وديما وداد. اول حاجه هذا الفوز هذا كنهديو للجمهور ديال الوداد والفاصيل الوينرز اللي ضغط على الرئيس باش كيطالبوا بانتدابات. من حقنا كجمهور كنسهروا على النتائج الايجابيه ديالنا، وهذا ما هي الا خطوه نحو النجاح البطولة 21 بصفتنا الفريق الرقم واحد في المغرب. الدرباح كنهديو أول حاجة للجمهور الوينرز اللي رقم واحد عالميا، وراه خاصنا انتدابات رغم الفوز وهذه، فهمتي؟ خاصنا انتدابات في المستوى ديال الفريق ديال الوداد البيضاوي. أولا الفوز مستحق وانتدابات راه جايه في الطريق، ما يمكنش الانسان يمشي. تقدر تاخذ بزاف ديال اللعابه وما يكونش في مستوى. الحمد لله هذا المهاجم اللي جاب لنا كازادي كان في مستوى. قضيه السير، حنا ديما تنعرضوا ديك السير الاحادي، اللعابه الحمد لله كانوا في مستوى، راه تنلعبوا ضد التحكيم، راه كاين شي حاجه تتطبق في الكواليس. اليوم الحكم كان ضدنا بزاف، حيد لنا كان ضدنا وكان تيسيف لي بزاف ضدنا، ما فهمتش علاش. والحمد لله هو النجم مستحق ضد فريق تيلعب كره حديثه.